سبحان الله سبحان الله. بجناح الأشواق أتينا، للقاء الأحباب سعينا. بجناح الأشواق أتينا، للقاء الأحباب سعينا. لرحاب القرآن فربي أنسام الجنات علينا. بجناح الأشواق أتينا، للقاء الأحباب سعينا. بجناح الأشواق أتينا، للقاء الأحباب. المشاهدون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى ليلة قرآنية جديدة من برنامج في رحاب القرآن الكريم. هذا هو القرآن الكريم، هو الكتاب المبين، هو حبل الله المتين والصراط المستقيم، هو النور الهادي إلى الحق وإلى الطريق المستقيم. فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم. كذاك النشأ بالقرآن يروى، فيزهو الروح والدم واللسان. زنوا الأطفال بالقرآن حفظا، فحفظ الذكر في صغر أمان. وللتبكير بالقرآن سر وتأثير بلا ريب وشان. المشاهدون الأعزاء، في ليلة قرآنية جديدة أرحب باسمكم جميعا بلجنة التحكيم معنا في هذه الحلقة، بداية بالشيخ الفاضل الشيخ يحيى السنحاني، أهلا ومرحبا بك. وكذلك نرحب أيضا بالشيخ محمد المسوري عضو اللجنة، أهلا ومرحبا بك. نرحب أيضا بالشيخ عبد الله بن قرموس عضو اللجنة، أهلا ومرحبا بك. كما نرحب باسمكم جميعا بالمتسابقين المتميزين في هذه الليلة المباركة، وبالتأكيد هؤلاء يستحقون كل الشكر والتقدير والمحبة. وعندما نشاهد مثل هكذا متسابقان في هذه الليلة المباركة نفخر جميعا لصغر السن وهم قد حفظوا كتاب الله عز وجل. يتفضل المتسابق الأول على يميني بالتعريف باسمه. الاسم عزام محمد علي موسى قبش، أحفظ القرآن كاملا وأسابق في 20 جزء، أدرس في مركز الصديق التابع للجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. ما شاء الله تبارك الله، ونتمنى لك التوفيق والنجاح. ويتفضل المتسابق الآخر أيضا بالتعريف باسمه. الاسم فيصل إبراهيم محمد الخوامي، محافظة ريمة، الدروس في مركز حفصان عاصم التابع للجمعية الخيرة لتعليم القرآن الكريم، أحفظ القرآن الكريم وأسابق في 20 جزءا. ما شاء الله تبارك الله، وأهلا ومرحبا بك، ونتمنى لك أيضا التوفيق والنجاح. وإلى لجنة التحكيم لطرح السؤال الأول على المتسابقين، ولكن أيضا سؤال للجنة، ماذا يمكن أن تقول اللجنة من كلمة عندما نشاهد أطفال في هذا السن وقد حفظوا كتاب الله عز وجل؟ تفضل شيخ يحيى. بسم الله بدأنا. شكرا لك أستاذ ماجد. الحقيقة أن النظرة لمثل هؤلاء تعطي الأمل في المستقبل بإذن الله، المستقبل المليء بالسلام والأمن والحياة الطيبة الكريمة القائمة على الحب والوئام. نسأل الله تعالى أن يوفقهما وأن يوفقنا جميعا للعمل بكتابه، وأن يكرمنا جميعا به في الدنيا والآخرة.
نجدد الترحيب بالنجمين الساطعين، ويتفضل الشيخ محمد المسوري لتوجيه السؤال الأول لكل منهما، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا عزام محمد علي خبش، وأهلا فيصل إبراهيم محمد الخضمي. السؤال لعزام، اقرأ يا عزام من قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من هدى الله ومنهم أعد فمنهم من هدى الله ومنهم فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا ثم جاهدوا لنبوئنهم في الدنيا حسنة. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا على ربهم يتوكلون. أحسنت يا عزام، وزادك الله حفظا وعزما وإتقانا وبارك الله فيك، ما شاء الله عليك. السؤال لفيصل، اقرأ من قول الله عز وجل: قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم
جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى. ما شاء الله ما شاء الله، أحسنت يا فيصل، بارك الله فيك ما شاء الله. وزادك الله حفظا. بارك الله في المتسابقين معنا في هذه الليلة في فئة العشرين جزءا، ولعلنا من خلال الآيات التي تليت مشاهدينا الكرام فقد عرفنا أيضا عنوان هذه الحلقة. عنوان هذه الحلقة واجب الدفاع عن الوطن. نتابع وإياكم فقرة المفهوم القرآني التي تتحدث عن واجب الدفاع عن وطننا الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في رحاب القرآن الكريم. دائما نسمع عبارة تتردد: حب الوطن من الإيمان. هذه العبارة حقيقية وصحيحة، وإن لم يكن حب الوطن من الإيمان فما هو الإيمان إذن؟ الإيمان بالله عز وجل وبرسوله وبملائكته وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، لكن أنك تحب مسقط رأسك ومحل ولادتك، فوالله إن هذه من أعظم درجات الإيمان. والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخرجه قريش من مكة وقف في منطقة اسمها الحزورة، فالتفت إلى مكة وقال: والله أنك أحب الأرض إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. يعني لولا الضغط الذي حصل علي والتهجير والإجبار القسري لما خرجت من مكة. وهذا دليل على أن حب الوطن يجري في عروق دمه، ومهما تغرب الإنسان وغاب عن وطنه فإن الحنين لمسقط الرأس ولو كان تحت شجرة يبقى موجودا، طبيعة بشرية وفطرة إنسانية ودعوة إلهية فطر الله عليها البشر من قديم الزمن. فتجد الطير لا يرتاح إلا إذا وإلى عشه، وتجد الحيوان لا يرتاح إلا إذا كان في غابته، وكذلك بني الإنسان سواء كان هذا الإنسان مسلما أو غير مسلم. لكن يتأكد عندنا في الإسلام أنه رتب أن الدفاع عن الوطن من أعظم أنواع الجهاد. من قتل دون أرضه فهو شهيد، والأرض هو الموطن مسقط الرأس. من قتل دون عرضه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد. لم يترتب هذا الدفاع المستميت إلا على وطنك من أي غاز أو أي محتل يريد أن يصول ويجول على وطنك. هذا الوطن الذي نستطيع أن نحافظ عليه في حدقات الأعيان بأن نرمي كل من يريد الأذى إلحاق الأذى به. وإنك لتستغرب، كثيرا من الناس قد يكون معاه الهدم على أوطانهم. هل هذا حب الوطن؟ هل هذا حب الوطن أن تكون معه الهدم على وطنك ويرضى لنفسه أن يكون عميلا للخارج أو أن يكون مرتزقا بيد الغير؟
كما تفعل هذه الميليشيات اليوم، وهي تنفذ أجندة إيران على الوطن، على بلدنا يمن الإيمان والحكمة التي شهد النبي لهذا الوطن وهذا البلد في أكثر من 40 حديثا نبويا كلها تتحدث على أهمية هذا الوطن وهذا البلد ومكانته ومزيته. حتى قال أحد العلماء الهنود: عندكم يا أهل اليمن حديثا واحدا لو كان يشترى بملايين الدولارات لاشتريناه، لكنه وحي من السماء لا نستطيع أن نشتريه. وهذا دليل على أن اليمن له مزية ومكانة خاصة تختلف عن أي البلدان. حتى العرب من اليمن، وركن يماني في الكعبة باسم اليمن، والسيف اليماني البتار باسم اليمن، ونجم في السماء باسم اليمن، وكل مصادر الأوسي والخزرج التي انبثقت منها القحطانيون والعدنانيون من اليمن. هذه المزايا العظيمة والجليلة لهذا البلد الكبير يجعلنا نفتخر من ناحية، ومن ناحية أخرى نقدم حبه على كل غالي وعلى كل نفيس، نقدم حبه على الولد وعلى الزوجة وعلى الأبناء وعلى كل شيء، ونجعل حب الوطن وحب الدين في مرتبة واحدة للذود عنه من كل عدو والحفاظ عليه. هذه هي ثوابت الإسلام، وهذه هي مقاصد الشريعة في التعامل مع هذه المسألة الجوهرية، وهي حب الأوطان التي أصبح الناس بل الكثير يتغنى بها أغنية فقط، لكن عندما تأتي إلى الواقع تجده يكون سببا في إيذاء وطنه أو أهله. والأسف الشديد جعلنا الله وإياكم من محبين أوطاننا والمدافعين عنهم في كل المواقف واللحظات، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم من جديد. فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر، فإنه هو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواه. مرة أخرى إلى لجنة التحكيم وطرح السؤال الثاني في الجولة الثانية على المتسابقين معنا في هذه الليلة في فئة 20 جزءا، عزام وفيصل، فإلى لجنة التحكيم. بسم الله. عزام، فيصل، ما شاء الله، الحمد لله، نعمة من الله أن نجد في مجتمعنا مثل هذا الخير وهذه البركة وهذا الملك. يتفضل الشيخ عبد الله بن قرموص لتوجيه السؤال الثاني لكل من المتسابقين، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا ومرحبا بالمتسابقين عزام محمد وفيصل إبراهيم، ونبقى إن شاء الله مع السؤال الثاني للمتسابق عزام محمد، يقرأ على بركة الله تعالى من قوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. أعد ويب. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده ترى الظالمين لما رأوا العذاب وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا قال الذين أعد آمنوا إن الخاسرين أعد الآية وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي من طرف خفي من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وترى الظالمين الذين خسروا أنفسهم وقال الذين وأهليهم آمنوا يوم القيامة ألا ذلك أعد الآية وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة أولئك لهم ألا ذلك هو الخسران المبين ألا إن الظالمين في عذاب ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من دون الله من أولياء وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل حسبك بارك الله فيك جزاك الله خير ونفع الله بك الإسلام والمسلمين نبقى إن شاء الله مع المتسابق الثاني والمتسابق فيصل إبراهيم نكون مع السؤال الثاني اقرأ من قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير عسى الله أن يجعل بينكم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم
تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. حسبك، أحسنت وبارك الله فيك، جزاك الله خيرا ونفع الله بك الإسلام والمسلمين. بارك الله في المتسابقين معنا في هذه الليلة المباركة في فئة 20 جزءا، عزام وفيصل. وإلى حين إعلان النتيجة النهائية من قبل لجنة التحكيم نذهب إلى فاصل إعلاني قصير، وعقب الفاصل نتابع استراحة هذه الليلة ومع الإنشودة التي تتحدث عن حب الوطن. أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. رتل وأحسن صحبة الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، معا لخدمة كتاب الله. شغل بالي وقلبي بالوطن مفتوح.
مضمون. شكرا جزيلا لفرقة الإنشاد. والآن مشاهدينا الكرام، حان وقت إعلان النتيجة النهائية للمتسابقين معنا في هذه الليلة، عزام وفيصل في فئة العشرين جزءا. والكلمة الآن للجنة التحكيم لإعلان النتيجة النهائية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل فينا أمثال هؤلاء، نحمد الله تعالى ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون في كل بيت من مثل هؤلاء، وأن يكون في كل قرية وفي كل مجتمع وفي كل مؤسسة أمثال هؤلاء. أمثال هؤلاء أيها الإخوة الكرام هم الأقرب إلى بر الوالدين وصلة الأرحام وحب الآخرين ونفعهم. نسأل الله أن يحفظهم وأن يكثر من أمثالهم. لقد أجاد الإثنان وأحسن تلاوة وحفظا، وبحمد الله تعالى كانت النتيجة على النحو التالي: حبيبنا عزام خبش حصل في الحفظ على 45.1 من 50، وحصل على في التلاوة على 49.6 من 50، ويكون المجموع 94.7 من 100. كما حصل حبيبنا الثاني فيصل الخضمي على 50 درجة في الحفظ من 50، وعلى 48.6 من 50، والمجموع هو 98.6 من 100. وعلى هذا يكون الأول هو حبيبنا فيصل الخضمي، وفقهم الله جميعا. وفق الله الجميع، وشكرا للجنة التحكيم، وبارك الله في المتسابقين معنا في هذه الليلة المباركة. بلا شك أن الكل فائز، ولكن أيضا الحاصل على المركز الأول معنا في هذه الليلة كما سمعنا من لجنة التحكيم هو فيصل الخضمي الذي حصل على 98.6 درجة، والحاصل على المركز الثاني هو عزام خبش الذي حصل على 94.7 من 10. يتفضل الدكتور عبد الوهاب المصباحي رئيس جمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم إلى المنصة لتوزيع الجوائز على المتسابقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا بك دكتور. كما سمعنا النتيجة النهائية من لجنة التحكيم، فالحاصل على المركز الأول هو فيصل الخضمي. يتفضل فيصل استلام جائزته مبلغ وقدره 80,000 ريال مقدمة من وزارة الأوقاف والإرشاد، إضافة إلى شهادة مشاركة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. مبارك، هذه جائزتك، صح الله شأنك، إن شاء الله ما شاء الله، وهذه شهادة مشاركة، مبارك. مبارك عليك يا فيصل، تفضل. ويتفضل أيضا الحاصل على المركز الثاني عزام خبش لاستلام جائزته،
60,000 ريال مقدمة من وزارة الأوقاف والإرشاد، إضافة إلى شهادة مشاركة من الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم. بارك الله فيك، هذه جائزتك المباركة، صح الله شأنك وأعانك، وهذه شهادة المشاركة. أحسنت، بارك الله فيك، مبارك مبارك الله. عليك. تفضل يا عزام، ما شاء الله تبارك الله، تفضل. وشكرا لك دكتور عبد الوهاب، ومن خلالك لكل العاملين في الجمعية الخيرية لتعليم القرآن الكريم، والشكر أيضا موصول لوزارة الأوقاف والإرشاد الداعمة لهذا البرنامج. شكرا جزيلا، شكرا، بارك الله فيكم جميعا، صح الله شأنك. مشاهدينا الأكارم، نذهب إلى فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نعود بعده لاستكمال ما تبقى من فقرات هذه الحلقة، تفضلوا بالبقاء معنا. أهلا ومرحبا بكم من جديد، وإلى الفقرة التالية من فقرات هذه الحلقة، وهي فقرة خاصة بنماذج القرآن الكريم. نتابع وإياكم نموذج آخر من نماذج القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحباب القرآن الكريم، في مثل هذه الليالي والأوقات تطيب الحياة وتطيب الدقائق والساعات مع القرآن ونوره وفضله. معنا في هذه اللحظات أحد براعم حلقات القرآن الكريم مع نجم من نجوم الأرض. تفضل يا حبيب، عرف اسمك ومنطقتك. الاسم محمد حميد المحفلي من محافظة دمار. ما شاء الله، ما شاء الله عليك يا محمد. كم تحفظ؟ أحفظ 5 أجزاء. ما شاء الله، ما شاء الله. أسمعنا من بداية سورة الفتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. يدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم،
وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. حسبك ما شاء الله. إن شاء الله تستمر في حلقات القرآن وتحسن التلاوة أفضل وتحفظ أكثر وفقك الله. معك 50,000 ريال هدية تشجيعا وتقديرا لك ولأهلك من وزارة الأوقاف، تفضل استلامها. بارك الله فيك، تفضل وفقك الله، فتح الله عليك. مشاهدينا الأعزاء، يجب علينا أن نحافظ على يمننا على أمنها واستقرارها وأن نتجنب الأسباب المفضية إلى الفوضى والاضطراب والفساد، فالأمن في الأوطان من أعظم منن الرحيم الرحمن على الإنسان، فعلى المسلم أن يعرف قدر بلده وأن يدافع عنه وأن يجتهد في تحصيل استقراره وأمنه وبعده وإبعاده عن الفوضى وعن الاضطراب، ويجب أن يدافع عن وطنه بكل ما أوتي من قوة. نتابع وإياكم الفقرة الختامية من هذه الحلقة وهي فقرة سؤال الجمهور. هذه الفقرة خاصة أو تحت عنوان واجبنا نحو هذا الوطن الغالي، نتابع. شكرا للزملاء في الاستديو وأهلا بكم مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم في رحاب القرآن الكريم، هذه المرة من عاصمة محافظة البهرة من مدينة الغيضة، أهلا بكم. كما تابعتم مشاهدينا الكرام في فقراتنا السابقة، فإن سؤال هذه الليلة يسلط الضوء على واجب الدفاع على الوطن، والسؤال ما هو دفع الصائل؟ مشاهدينا الكرام، يمكنكم البقاء معنا في هذه الجولة الميدانية الاستطلاعية لمعرفة الإجابة على سؤال هذه الليلة. ما هو دفع الصائل؟ دفع الصائل ولا الصائب؟ الصائل. الصائل، الله يعلم. ما أدري. ما عندك شي إجابة؟ أبداً، ماشي. ما هو دفع الصائل؟ دفع الصائل؟ ما أدري والله، ما أدري. ما عندك شي إجابة؟ لا. ما هو دفع الصائل؟ دفع الصائل مش عارف. ما عندك شيء إجابة؟ طيب نسأل الأخ. مرحبا. دفع الصائل ما هو؟ دفع الصائل لا يعلم، ما احنا ما عندنا علم بهذا لأنه ما درسناه. من عنده إجابة يا شباب؟ ما أعرف. دفع الصائل ما أدري. طيب الأستاذ عندك إجابة؟ والله ما أول مرة أسمع السؤال. ما هو دفع الصائل؟ دفع إيش؟ الصائل. والصائل هو سؤال، ماشي معي سؤالات. ما دفع الصائل؟ صال ليش يكون صال على البحر؟ القارب لما يكون صال على البحر. للأسف الإجابة خاطئة. السؤال ما هو دفع الصائل؟ الله أعلم، ما هو معي. ما عندك شيء إجابة؟ صائل ما الله أعلم. إيش الصائل؟ ولو عرفنا الصائل كان يجاوبنا الصائل. شكرا لك، يعطيك العافية. ما هو دفع الصائل؟ فاعل. دفع الصائل ما هو الصائل؟
سهل. طيب ما هو الصائل؟ أدري. نسأل الأستاذ ما هو الصائل؟ الصائل هو المعتدي أو المقاتل، ودفع الصائل يعني مواجهة أو مقاتلة المعتدي. إجابة موفقة طبعا، مبروك عليك الجائزة، فزت معنا بجائزة فقرة سؤال الجمهور. مشاهدين الكرام، إجابة موفقة حصلنا عليها هنا من كورنيش مدينة الغيضة، والجائزة 15,000 ريال مقدمة من وزارة الأوقاف والإرشاد. مبروك عليك الجائزة. شكرا. اسمك؟ سعيد داوزين. شكرا جزيلا للزملاء في الميدان، وبهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج في رحاب القرآن الكريم، على أمل أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة في نفس الموعد. حتى ذلكم الحين دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلابل الإيمان قد جاءت هنا، تتلو كتاب الله في إتقان. بلابل الإيمان قد جاءت هنا، تتلو كتاب الله في إتقان. في الكون في الإنسان تدعو إلى الإيمان بالرحمن. كم آية في الكون في الإنسان تدعو إلى الإيمان بالرحمن، تدعو إلى الإيمان بالرحمن.